هيكل. اليوم شفنا انه لم تتم المفاضله على حكومه الجمهوريه الدستوريه سابقا، الان الى حكومه يطرح رئيس الجمهوريه تعليقكم على كل ما دار في الكواليس، وهل مستعدين لحكومه الرئيس كما صرحتم؟ هو اليوم كان عرس ديمقراطي حقيقي. اليوم تونس أثبتت أنها تدير معاركها وخصوماتها بالديمقراطية. اليوم تونس أثبتت أنها التوانسة كلها مهما اختلفوا، مهما اختلفنا سياسيا نحن نبقى ديما ندير ونعرف كيف ندير الاختلاف. اليوم صوت للحكومة إلا 71 أو 72 فقط، وكانت هذه نتيجة حاسمة، ونعتبر أنه بدينا من اللحظة هذه في المرحلة الثانية من تشكيل الحكومة، حكومة كل التونسيين، حكومة الشرعيات المشتة والشرعية المكثفة. اليوم ستكون لتونس حكومة عتيدة نحاول بها، بل يجب أن تنقل التونسيين من هذه المرحلة، من مرحلة التردي، من مرحلة المشاكل الأزمات، إلى مرحلة البناء والإنجاز الحقيقي. شكرا لكل النواب على سعة صدرهم أن حملنا بعضنا، شكرا كذلك لمن تقدم لهذه الحكومة بالرغم قساوتنا عليهم، إلا أنه نشكرهم في كل الحالات. اليوم حركة الشعب، قلب تونس، تحيا تونس، التيار الديمقراطي، كل الأطراف السياسية، يجب حركة النهضة أساسا أن هي الحزب الأغلبي، يجب أن ننسى ما وقع اليوم ونبني المستقبل. تصويت 141 اليوم نائب ضد حكومة الحبيب الجمهوري، رسالة قوية اليوم ورسالة سياسية بامتياز، ربما نستخلص منها عدد كبير من العبارة. طبعا نحن تجاوزنا مرحلة 2011، تجاوزنا مرحلة 2014 إلى تأسيس ديمقراطية حقيقية ستكون نتيجتها حكومة لا غالبة ولا مغلوب. كلنا نحترم بعضنا، كلنا نجلس مع بعضنا من أجل مصلحة هذا البلد ومصلحة هذا الشعب. الآن يجب أن تعود الدولة التونسية إلى التوانسة، هذا وعدنا من حركة الشعب، هذا عهدنا لكم من حركة الشعب ومن الكتلة الديمقراطية، أنه من هذه اللحظة سيكون السعي إلى تأسيس هذه الحكومة العتيدة. بعد قليل ثم نبوة صحفية ربما للإعلان حسب بعض التسريبات على المرور لحكومة إنقاذ وطني، وهو مقترحها من كتلة تحيا تونس، باش تكونوا مشاركين في النبوة وفي مقترح هذا؟ أنا لا علم لي، كنت في القاعة في قاعة الجلسة، لكن احنا منفتحين على كل المبادرات اللي ممكن تسهل التفاوض والحوار، وبدأ الحوار من الآن حول الشخصيات وحول البرنامج، سيكون من الآن وحتى قبل نهاية هذه الجلسة، وعرفنا النتيجة ستكون حتما ضد التصويت لهذه الحكومة. نحن سنكون مع كل الفرقاء السياسيين يد واحدة من أجل تأسيس هذه الحكومة العتيدة. مشكور سي هايكل. الشيء واضح أنه خسرنا فرصة، ولكن هذا شيء ثابت لمدينة. الشيء المحتمل ما هو حتى حد كما نجم تكون حكومة فيها بعض الوصفات باش تبقى باش تمارس معاها يساعد في حد الشيء المتوازن، كما نجم تكون ربما فرصة أخرى ضايعة وعندها مشكلة كثيرة في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب وتلقى كيانات أمنية داخلية وخاصة الجوار. سمير اليوم تصويت 161 نائب ضد مرور حكومة الجمهورية، ربما هي رسالة اليوم قوية نرجو منها عدد كبير من العبارة. ما نتصورش أن الأولوية حاليا هي توجيه الرسائل، الأولوية هي تكوين حكومة تحل مشاكل التوانسة، لكن البعض يعتبر أن الأولوية توجيه رسائل، خايف لنهار ما عادش تلقى شكون يستقبل الرسائل هذه ولا تكون بعض الدول. اليوم باش نحتاجوا دستوريا إلى حكومة بمقترح رئيس حكومة من رئيس الجمهورية، ربما موقفكم من حكومة بمقترحها رئيس الجمهورية مبدئيا؟ ما عندناش موقف، تطبيق الدستور الرئيس في عين شخصية الأسرة بعد إجراء الفوضى. نحن باش يجري مشاورات مع الأطراف الكل بما فيها نحن وبطبيعة الأطراف اللي غيرنا،
والشخصيه اللي راهي اكثر باش تشكل الحكومه هي بيدها باش تعتمد على امكانيه الحصول على اغلبيه برلمانيه لائقه لكل حد حديث ولكن اللي صار ما تصورش في ايجابي بلاد اليوم باش نمشيو دستوريا الى حكومه يشكلها او
الدم البرلماني والأحزاب البرلمانية. هذا مهم لأنه سيكون حول الشخصية التي سيقع الاتفاق عليها، سيكون حول يعني هو الحزام السياسي الداعم والحزام البرلماني الداعم، هذا الذي نريده. ثم إذا كنا سنشارك في تحديد الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة وقيادة عملية تشكيل الحكومة، طبعا سنتفق على الخطوط العريضة لهذا البرنامج، سنتفق على الآليات التي سنحقق بها أهداف البرنامج، سنتفق على طريقة تجميع الموارد وتعبئة الموارد للقدرة على تحقيق تلك الأهداف، وهذا ما سيجعلنا نحو يعني حكومة تحظى بائتلاف واسع من الدعم السياسي والبرلماني والمنظمات والجمعيات وبالتالي الشعب والجماهير، وهذا الذي نريده لحكومة تحل مشاكل تونس وتقدر على يعني الوصول إلى يعني ما يرهن إليه الشعب التونسي وما ينتظره الشعب التونسي وما يساعد على حل المشاكل الكثيرة التي يعانيها الآن الشعب. مشكور سي عبد الله.